السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأحباب، طلاب الصف الثاني الإعدادي. معاكم مستر محمد فوزي من قناة محمد فوزي العلوم والتكنولوجيا. أذكركم إن إحنا هنبدأ النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى يونت 3، وكنا أخذنا قبل كده يونت 1 ويونت 2، حلينا جميع الاختبارات والأسئلة والتمارين موجودة في كتاب جيم، تمام؟ النهاردة وعملت لكم كمان، ما تنسوش إن أنا عملت لكم كمان اختبار إلكتروني على اليونت 1 ويونت 2، اوكي؟ النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى هنخلص مع بعض يونت 3 باذن الله، هنقرا فيها الكلمات، نقرا فيها القطع ونفسرها ونترجمها مع بعض ونفهمها، تمام؟ وبعد كده هيكون في فيديو تاني ان شاء الله في الجرامر واللانجوج نوتس الخاص بيونت 3، والفيديو الثالث هو حل جميع الاختبارات والتمارين على يونت 3 باذن الله تعالى، اوكي؟ نبدا مع بعض يا شباب. ما تنسوش اهم حاجه واذكركم بها دائما، ان تدعوا لابي وامي بان يغفر الله لهم وان يدخلهم الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. وما تنسوش انكم تعملوا لنا لايك وما تدخلوش علينا بكومنت لطيف منكم عشان تشجعونا وتنشروا القناه بينكم وبين زمايلكم عشان القناه تكبر بيكم باذن الله ونستمر مع بعض. اوكي، نبدا مع بعض. الفوكابلر الخاصة بيونت 3 ليسون 1 و 2: attack, date of birth, heart, hero, improve, key dive, land, medicine, national, nuclear, princess, shark, teamwork, treatment. ندخل على الوظائف jobs: a charity worker, heart surgeon, nuclear scientist, patron, sports coach. ندخل على الصفات: brave, dangerous, nervous, patient, pleased, successful. Listen to: against, competition, event, final, goal, handball, junior, player, score, senior, team, win. ندخل على الاديشنال فوكابلري: daughter, die, national university, preparatory, primary, problem, similar. Chess, Germany, little, Tunisia. ندخل على الاكسبريشنز. Do experiments, give examples, improve a sport, lose a leg, make a hero, get a prize, start a charity. Prepositions: at Cairo University, help with, look inside the body, was born into, with heart problems, find out. By هنا معناها بواسطة، وبيجي وراها الverb plus ing: good at أو the best at. Play for, through, into. Female, male, ill, will, inside, outside, teach, learn. ندخل على تصرفات الأفعال الغير منتظمة: become, became, become, lose, lost, lost, mean, meant, meant, throw, through, thrown. ندخل على الديفينيشنز، والديفينيشنز دي حاجات مهمة، اوكي، فنركز فيها شباب. هل احنا نحفظها يا مستر؟ لا، بس يكون عندي خلفية عنها عشان لو جاتني في الامتحان اكون عارفها، اوكي. competition، المسابقة او المنافسة، ايه هي؟
An event when people try to get a prize by being the best at something. يعني هو حدث الناس بتحاول ان هي تحصل فيه على جائزة من خلال ان هي بتؤدي اقصى ما في وسعها بخصوص شيء معين. اوكي. Handball كرة اليد. A sport with 7 players in a team. They score by throwing the ball into a goal. يعني هي عبارة عن رياضة من 5 لاعب من 7 لاعبين في الفريق الواحد. تمام. هم بيحرزوا السكور او الجوال بتاعتهم من خلال ان هم بيمسكوا الكره بيرموها داخل الجول. اوكي. جونيور فور يانجر بيبل. باترون راعي او كفيل. الراعي الرسمي زي ما بنقول مثلا الراعي الرسمي لكرة القدم في مصر او الراعي الرسمي لحاجه معينه. Gives money to people or places. يعني هو بيدي أموال للناس أو الأماكن. أوكي. Scientist عالم. Does experiments to study and find out about how things work. يعني هو بيعمل تجارب علمية علشان يدرس أو يكتشف في كيف الحاجات دي بتشتغل. أوكي. Senior for older people. Sports coach. المدرب هو عبارة عن teaches people how to play or improve in a sport. هو بيعلم الناس كيف يلعبوا أو يحسنوا نفسهم من ناحية الرياضة. Surgeon الجراح. Knows how to look inside the body to help people who are ill. هو بيبص داخل جسم الإنسان وبيعمل طبعا عمليات جراحية عشان يساعد الناس اللي هم المرضى. One الفايز. Okay. Because you were first in a game or competition. تمام. ده بيكون الأول في لعبة أو مسابقة معينة. خلاص يا شباب. ندخل بعد كده على listening test. ركز مع بعض. Follow and choose عمر عبد القادر. الصورة الأولى دي بتعرض لي عمر عبد القادر. مين هو عمر ده؟ He was born in 1994. When Omar was 22, a shark attacked him and he lost a leg. يعني هو اتولد سنة 1994 وعمر ده لما كان عنده 22 سنة في قرش هجمه. تمام. وأكل رجله فهو هنا فقد رجله. تمام. But this didn't stop him wanting to be successful. ده ما وقفوش ان هو يكون ناجح في حياته. Now he helps other people with similar problems and he is an important sports coach. وهو بدأ ان هو يساعد الناس اللي عندهم نفس المشكلة اللي هو عنده فيه مشكلة في رجله. تمام. مقطوع مثلا. وهو حاليا هو اصبح من اهم مدربين الرياضة. تمام. ندخل على picture number 2. Photo 2. الصورة الثانية shows سميرة موسى. سميرة موسى was born in 1917 and studied science at Cairo University. سميرة موسى دي اتولدت سنة 1917 ودرست الطب في جامعة القاهرة. She was Egypt's first female nuclear scientist. هي كانت أول امرأة في مصر كعالمة في النووي. Okay. And wanted to use nuclear treatments in medicine. وهي أرادت أن تستخدم النووي في الدواء. She died in 1952. توفت سنة 1952. Photo 3 shows مجدي يعقوب. الصورة الثالثة بتورينا مجدي يعقوب. He was born in Cairo in 1935. هو اتولد في القاهرة سنة 1935. He went to Cairo University and became an important heart surgeon. هو ذهب إلى جامعة القاهرة وأصبح هو أهم جراح للقلب. He then helped people with heart problems for many years. هو ساعد الناس اللي كان عنده مشاكل في القلب لسنوات عديدة. He stopped most of his work a long time ago. هو توقف عن معظم أعماله لفترة طويلة. But in 2006 he started a charity to help children with heart problems. في 2006 هو بدأ أو أنشأ جمعية خيرية لمساعدة الأطفال اللي عندهم مشاكل في القلب.
Photo 4 shows Princess Fatma Ismail. الأميرة فاطمة إسماعيل. The princess was the daughter of Khidive Ismail. يعني هي كانت بنت الخديوي إسماعيل. And she was born in 1853. تولدت سنة 1853. She became a patron of Egypt's first national university. يعني هي أصبحت أو كانت الراعي لأول جامعة وطنية في مصر. After she gave a lot of money and land to help it to open in 1908. Okay. يعني هي عطت الجامعة دي الكثير من الأموال والأرض عشان تساعدها إن هي تفتح سنة 1908. From 1908 to 1940. من سنة 1908 ل 1940 people called it the Egyptian University. الناس كانوا بيقولوا عليها الجامعة المصرية. But it's now called Cairo University. ولكن الآن هي جامعة القاهرة. Okay. ندخل بعد كده هنا على reading text. When my parents were younger, they lived in Luxor. يعني لما كانوا والدي صغيرين عاشوا في الأقصر. Then they moved to Bursaid in 1990. بعد ذلك انتقلوا إلى بورسعيد سنة 1990. My father got a job in Cairo 15 years ago. والدي حصل على وظيفة في القاهرة من 15 سنة فاتوا. They then lived in a small flat from 2005 to 2006. هم عاشوا في شقة صغيرة من سنة 2005 ل 2006. They moved to the bigger flat a year later. يعني هم انتقلوا إلى شقة أكبر من خلال سنة تقريبا. When I was born. عندما أنا ولد. تمام. ندخل على reading text الخاص بlesson 2. The Egyptian handball team are heroes. يعني فريق كرة اليد المصري تمام ده دول أبطال. They won the Handball Africa Cup of Nations in Tunisia in 2020. يعني هم فازوا بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في 2020. They won the final against Tunisia 27-23. هم فازوا في النهائي كانوا ضد تونس فازوا 27-23. That means they are the best team in Africa. ده طبعا معناه انه هو افضل فريق في افريقيا. This is not the first time. ده مش اول مره Egypt's handball team played in a final. دي مش اول مره ان فريق المصري لكره اليد يلعب في النهائي. In 2019 في سنة 2019 the junior team يعني فريق الشباب won the under 19 World Cup final 32-88 against Germany. فريق الشباب فاز بكأس العالم تحت 19 عام كان أمام ألمانيا فازوا 32-28. They were the first team from Africa to win it. هو كان أول فريق في أفريقيا يفوز بكأس العالم تحت 19 سنة. In 2018 في 2018 اللي هو 2018 the senior team فريق الأول were also in the final of the Africa Cup of Nations. وصل للنهائي في كأس أمم أفريقيا but lost the final again Tunisia. ولكن خسر النهائي أمام تونس. Now lots of people in Egypt love the sport. الآن الكثير من الناس في مصر بيحبوا الرياضة. Let's hope the Egyptian team can win competitions again. يعني بيقول هنا دعنا ان احنا نأمل ونتمنى ان الفريق المصري يقدر ان هو يفوز بمسابقات مرة اخرى. ندخل عندنا على reading lesson 2. My brother Ahmed loves playing handball. أخوي أحمد بيحب لعب كرة اليد.
And he is very good at it. يعني هو كويس جدا فيها. When he was 8, لما كان عنده 8 سنين, he played in a junior competition for a team. هو لعب في مسابقة الشباب, فريق الشباب, تمام, في الفريق بتاعها in our city, في المدينة بتاعتنا. The team didn't win. الفريق للأسف ما فازش طبعا. But it was second. ولكن هو كان الثاني, خد المركز الثاني. أحمد is now 21. أحمد دلوقتي عنده 21 سنة. And last year, ومن سنة فاتت, he played for an important senior team. هو لعب في الفريق الأول, تمام. He was very pleased. هو كان مسرور جدا. Next year, العام التالي, the team are playing in an important competition. الفريق لعب في, كان بيلعب في ايه, في اهم مسابقة. I hope they win it. انا اتمنى ان هم يفوزوا بيها. ندخل بعد كده على lesson 3 and 4. ال vocabulary charity, countryside, earthquake, health emergency, family history, great grandfather, great grandmother, natural disaster, كارثة طبيعية, scary, serious, the Red Crescent, volunteer, blood, bone, breeze, broken, burn, cut, function, furniture, infect, infections, jewelry, mend, plant, bomb, brain, head, heart, lungs, mouth, stomach. ندخل على الاديشنال فوكابلري. area, بلبيس, fire, research, معناها بحث أو يبحث, يعني تنفع noun و verb في نفس الوقت. sick, ill, terrible. ancient Egypt, مصر القديمة. ancient Egyptian doctors, الأطباء المصريون القدماء. fail, however, ومع ذلك. idea, فكرة. tomato plant, نبات الطماطم. tomato plant. ندخل على ال expressions. do a job, some research, يعني نقول do a job أو do some research. make a note, play the piano, sew cuts, stop infections. تاني, play the piano, play the piano, sew cuts, stop infections. ندخل على ال prepositions. do a project on, يعني يقوم بعمل مشروع عن. do a project on. know very much about, يعني يعرف الكثير عن. know very much about. pay for, pleased with, proud of. talk about, with good marks. work for no money. for no money يعني for free, يعني بدون مال, تمام. a cut on يعني جرح, فيه جرح معين في حاجة معينة مثلا في الجسم. اوكي, around هنا معناها حول. cut into pieces, for example make medicine from, يصنع أدوية من. take in air يعني يستنشق الهواء. write down يعني يدون. ندخل على التعريفات, definitions. natural disaster, الكارثة الطبيعية, هي a terrible event such as an earthquake, هي حدث فظيع أو مرعب مثل الزلزال. countryside, الريف, the area outside a city, هي منطقة خارج المدينة. where there are farms and lots of nature, بتلاقي فيها الكثير من ايه, من الفلاحين ومن الطبيعة. okay. a charity, جمعية خيرية. a group of people that helps people, هي مجموعة من الناس بتساعد الناس. who are poor,
اللي هم بيكونوا فقراء او sick مرضى او don't have a home ما عندهمش منزل an organization that helps people who need them okay volunteer متطوع someone who works for no money to help people هو شخص بيشتغل بدون مال لمساعدة الناس proud فخور feeling pleased هو انك تشعر بالسرور with someone لشخص ما because you think they are or have done something very good بسبب ان انت بتعتقد انه هو او هم بيعملوا حاجة انت الحاجة دي كويسة جدا يعني فانت فخور بيها تمام emergency طوارئ something serious or dangerous that you need to do something about هو شيء خطير او جاد تمام وانت محتاج ان انت تعمل حاجة معينة بخصوص فدي اللي هي الطوارئ ندخل على lesson 4 brain brain هنا اللي هو المخ it tells the part of our body what to do تمام هو اللي بيدي اوامر لاجزاء الجسم ان هي تعمل heart heart هنا القلب it pumps blood هو بيضخ الدم around the body حول او في كل اجزاء الجسم lungs الرئتين they take in air هم بيستنشقوا الهواء and help us to breathe وبيساعدونا ان احنا نتنفس ندخل على تصرفات الافعال give gave given pay paid paid fall off fell off fallen off اللي هو يقع من مكان معين او من حاجه معينه اوكي ندخل هنا على listening test listening text هنا يا شباب هنتكلم مع بعض ونقراهم مع بعض ونفسر ونترجم الجمل مع بعض عشان نفهمها ودايما احنا بنستفاد منها ان احنا من خلالها بنعرف وبنكون حصيلة معلومات كتيرة في دماغنا ومفردات وكيف بنركب الجمل واحنا كاننا بنكتب باراجراف فلازم احنا بنقرا الليسننج دي والريدنج دي بشكل مركز ونركز فيها واحنا بنقراها وبنترجمها عشان نستفيد بها في كتابة الباراجرافات اوكي طيب I didn't used to know أنا لم أعتاد أن أنا أعرف very much about my family history أعرف الكثير عن تاريخ عائلتي Then last week الأسبوع اللي فات I did a school project about someone in my family أنا عملت مشروع عن شخص ما في عائلتي So I did some research أنا عملت بعض البحث And I found out some really interesting things about my great grandfather واكتشفت بعض الحاجات الشيقة والرائعة عن الجد الأكبر لي okay I knew he used to be a doctor هو اعتقد ان هو كان طبيب but I didn't know he worked for a charity ولكن انا ما عرفتش ان هو اشتغل في جمعية خيرية my great grandfather used to live in the countryside الجد الأكبر الخاص بي جدي الأكبر يعني اعتاد ان هو يعيش في الريف okay and he worked as a volunteer doctor واعتاد كمان ان هو يشتغل كطبيب متطوع for the red crescent مع الهلال الأحمر when there was a natural disaster لما كان هناك كارثة طبيعية or a health emergency أو لما يكون في عندي حالة طوارئ خاصة بالصحة يعني حالة صحية بس في حالة طوارئ خطيرة يعني for example when there was an earthquake لما كان بيبقى في زلزال my great grandfather went to help كان بيروح يساعد the work was difficult العمل كان بيكون صعب في الوقت ده and sometimes scary وبعض الحين بيكون مخيف ليه طبعا لان في الامرجنسي والطوارئ ممكن بتلاقي حد جاي عامل حادثة فمتعور تعورات جامدة مثلا بطنه مفتوحة في الزلازل ممكن تلاقي واحد مثلا داخل دراعه مقطوع رجله فكانت حاجات تبقى مؤثرة ومخيفة he also used to look after people هو اعتاد ان هو يعتني بالناس who didn't have much money اللي هم ما يكونش معهم فلوس يعني لما كان بيبقى حد تعبان او كده معهش فلوس هو كان بيعتني بيه I feel very proud of him انا فخور جدا بيه reading text we should all
be proud of مجدي يعقوب. احنا يجب كلنا ان احنا نكون فخورين بالدكتور مجدي يعقوب. He was born in 1935 in Bilbis. هو اتولد سنة 1935 في بلبيس. But the family used to travel to many places. ولكن العيلة اعتدت ان هي تسافر الى العديد من الاماكن. Because his father, لان كان بابا was an important doctor. كان دكتور مهم. مجدي also became a doctor. هو كمان اصبح دكتور. Before he stopped working in 2001, قبل ما هو يتوقف عن العمل في 2001, he used to work in a special hospital in London. هو اعتاد ان هو يعمل في مستشفى خاصة في لندن. At this hospital, في المستشفى دي, مجدي used to help to give people new hearts. هو اعتاد ان هو يساعد الناس عشان يديهم قلب جديد او قلوب جديدة. يعني بمعنى اصح ان هو كان بيساعدهم على ان هو يعملهم عمليات خاصة بالقلب, فالقلب بتاعهم يكون كأنه new. Okay? For the first time, المرة الاولى, before, قبل سنة 1980, people with heart problems often died. كان قبل التمانينات يا شباب, كانت الناس اللي عندها مشاكل في القلب كانت بتموت. In 2009, في 2009, مجدي يعقوب started a charity. في 2009 هو أنشأ جمعية خيرية for early children in Aswan. للأطفال المرضى في أسوان. Very early children didn't used to live. الأطفال اللي هم كانوا مرضى جدا لم يعتادوا أن هم كانوا يعيشوا حياة طويلة, كانوا دايما بيموتوا. But many ill children can now live healthy lives. ولكن الآن الكثير من الأطفال المرضى يقدروا أن هم يعيشوا حياة صحية بشكل كبير. تمام؟ Early children, many early children, early children can now, يستطيع الآن, live, يعيش healthy lives, حياة طبيعية أو صحية. Okay? Life in ancient Egypt, الحياة في مصر القديمة, was different to today. مختلفة عن اليوم طبعا. Poor children didn't used to go to school. الأطفال اللي هم كانوا فقراء ما كانوش بيروحوا المدرسة. But children from rich families, ولكن الأطفال هم من عائلات غنية, used to start school when they were about 7. كانوا بيبدأوا الدراسة في المدارس أول ما وصلوا سنهم 7 سنوات. When they were at home, لما هم كانوا في البيت, children used to enjoy playing games. كانوا بيستمتعوا بأن هم يلعبوا games. When older parents died, يعني لما يكون والديهم ماتوا, they used to leave their houses to the sons. كانوا بيسيبوا المنازل والبيوت بتاعتهم للأبناء. However, ومع ذلك, they used to leave things inside the house. هم كانوا بيتركوا الأشياء دي داخل المنزل, such as jewelry and furniture to the daughters. يعني زي المجوهرات أو الأثاث لمين؟ للبنات. Okay? Ancient Egyptian doctors, الأطباء المصريون القدماء. We know how ancient Egyptian doctors helped their patients. إحنا بنعرف كيف المصريون القدماء, الأطباء المصريون القدماء ساعدوا مرضاهم. Because they wrote down, لأنهم كتبوا ودونوا their ideas thousands of years ago. دونوا الأفكار بتاعتهم والطرق بتاعتهم من آلاف السنين فاتت. The body, هنا طبعا بيبدأ بيقول ancient Egyptian doctors understood, يعني الأطباء المصريين القدماء فهموا, that the heart pumps blood, فهموا ان ال heart اللي هو القلب بيضخ الدم, around the body, حول الجسم. However, they used to think that the heart also pumped air to our lungs. وكمان هم كانوا بيعتقدوا ان القلب كمان بيضخ الهواء للرئتين. They were also the first people,
هم ايضا يعني كانوا اول ناس to understand اللي هم يفهموا some of one of the things بعض الاشياء عن العقل عن المخ عن اداء المخ يعني but they didn't know how important it was ولكن ما كانوش فاهمين او ما عرفوش كم أهمية اللي كان فيها المخ يعني كم أهمية المخ يعني أوكي doctors used to use plants الأطباء اعتادوا إنهم يستخدموا النباتات to help people with burns لمساعدة الناس الحرقة and to stop infections وكمان عشان يعملوا توقف للعدوى we still use some of these plants today إحنا ما زلنا إن إحنا بنستخدم بعض هذه النباتات الآن they also knew how to mend كمان هم عرفوا كيف يصلحوا broken bones اللي هي العظام المكسورة تمام and saw cuts ويخيطوا الجرح but they didn't use to know everything ولكن هم لم يعرفوا او لم يعتدوا انهم يعرفوا كل حاجة for example They used to make medicine from animal eyes. هم اعتاد او عرفوا ان هم يصنعوا الدواء من عيون الحيوانات. They used to think that an animal's eye helped people who couldn't see. هم اعتقدوا ان عيون الحيوانات دي ساعدت الناس اللي هم ما كانوش يقدروا يشوفوا اللي هم الناس اللي هي العمية يعني اوكي اللي هي الضريرة طيب ندخل على lesson 5-6 art brave mean painting rubbish collector society statue street cleaner captain confuse difference education firefighter heroic Nursing manager, organization, police officer, studies, discussion, city, explain, life, Athens, building, collect, continue, modern, New Cairo, Parthenon, Risen, the island of Crete, اللي هي جزيرة كريت. Collect rubbish, يجمع القمامة. Keep clean, يحافظ على النظافة. Put other people first, يضع الآخرين في المقام الأول. Try their best, يعني يبذلون قصاري جهدهم. Make a poster, يعد ملصقا إعلانيا. Give information, get a job. Make a poster. The World Squash Championship. حروف الجر. In other words, pay for, scared for, useful for, scared of, useful for. At Ain Shams University. At Ain Shams University. At the Faculty of Nursing. في كلية التمريض. The Faculty of Nursing. ندخل على listening text هنا دي محادثة ما بين منى وهدى What is a hero هدى؟ من هو البطل يا هدى؟ I think a hero is someone who is very brave أنا أعتقد أنه شخص ما شجاع جدا What do you mean؟ تقصد إيه؟ I mean a hero isn't scared of anything أنا أعتقد أن البطل ده ما بيخافش من أي حاجة I think a hero is someone who is scared but still tries his or her best. يعني أنا أعتقد منى بقى قالت لها لا أنا أعتقد إن هو شخص بيخاف عادي ولكن هو بيبذل قصار جهده باستمرار عشان يصل لحاجة معينة. I'm not sure what you mean. أنا مش متأكد من اللي أنت بتقوليه. In other words, they often do difficult or dangerous things. يعني بطريقة أخرى هما غالبا بيعملوا حاجات صعبة أو خطيرة ردت هدى بتقولها It's also about putting other people first هما كمان بيحطوا إن الناس في المقام الأول أوكي؟ يعني ما بيخلوش نفسهم هما في المقام الأول لا بيحطوا الآخرين أوكي؟
Sorry, I don't understand. طب انا مش فاهمه يعني الكلام ده. قالت له I mean a hero helps other people. انا اقصد ان البطل ده بيساعد الناس الاخرين. Yes, I agree. يعني انا اتفق مع كلامك. ندخل مع reading text. My heroic mother. Today my mother is an important nurse. اليوم امي هي اهم ممرضة. Mrs. Karima Muhammad. But I know that her life used to be difficult. ولكن انا بعرف ان حياتها كانت صعبة. She studied to be, هي درست لتكون a nurse, ممرضة, at the faculty of nursing, في كلية التمريض, in عين شمس University, في جامعة عين شمس, and used to work as a nurse, وهي اعتاد ان هي تشتغل كممرضة, to ايضا, sometimes at night, احيانا بالليل, to learn all she could, عشان تعلمهم كلهم اللي تقدر عليه يعني. She got a job. هي حصلت على وظيفة a big hospital at a big hospital in Cairo, في مستشفى كبيرة في القاهرة. She continued to work hard. هي استمرت ان هي تعمل بجد. But didn't stop their studies. وما وقفتش ها دراستها. But didn't stop her studies. And soon she became one of the most important nurses in Cairo. والآن هي أصبحت هي واحدة من أهم الممرضات في القاهرة. Now she works in a big hospital in Cairo in 2020. حاليا هي بتشتغل في مستشفى كبيرة في القاهرة في سنة 2020. Many people became ill. بعض الناس أصبحوا مرضى. And she worked every day. وهي اشتغلت كل يوم for many weeks. لأسابيع كتيرة. It was difficult. ده كان موضوع صعب. But heroic. ولكن هو عمل بطولي. Heroic work. Because most of them, لأن معظمهم got better, يعني حالتهم تحسنت. She is also nursing manager. وهي كمان أصبحت مديرة قسم التمريض. And she helps to teach younger nurses. وبتساعد إن هي تدرس أو بتعلم مين الممرضات الصغيرين. I think she is a hero. أنا أعتقد إن هي بطلة. Because she studied and worked very hard to get an important job. ان هي ذكرت واشتغلت بجد عشان تحصل على وظيفة مهمة. And now she helps people. والان هي بتساعد الناس every day, كل يوم. She always tells me, هي دايما بتخبرني, that education, ان التعليم is very important, مهم جدا. And that if I work hard I can do anything. وكمان لو انا بشتغل بجد اقدر ان انا اعمل اي حاجة. ندخل عندنا هنا على الايميل. Hi, my name is Adam. انا اسمي Adam. And I want to write about a person. وانا اريد ان انا اكتب الى شخص. I am very proud to know. انا فخور جدا ان انا اعرفه. Her name is Mrs. Karima Muhammad. اسمها مسز كريمة محمد. When she was younger, هي لما كانت صغيرة, she used to study very hard because she wanted to be a nurse. She also used to work to help pay for her studies. But that's not the reason. I'm proud of her. In 2020, there was a health emergency and many people were in hospital. I became ill too. I was in hospital for 2 weeks. And Mrs. Karima Muhammad helped me and other people in the hospital. She was always very kind. I now know that she is one of the most important nursing manager in Cairo. So I am very happy. She helped me. I am very proud of her. طبعا هنا بيتكلم عن مسز كريمة ان سنة 2020 لما بيحكي عن كورونا يعتبر, والناس كتيرة كانت عيانة, فمسز كريمة هو كان من ضمن المرضى. ومسز كريمة اشتغلت ليه اسبوعين كاملين وساعدة الناس وساعدته هو لحد ما تعافى وصحي من المرض, فهو فخور بمسز كريمة. ندخل هنا مع بعض الشباب على ريفيو A في listening text. ايه الليسننج تكست ده ما بين عندنا داليا وباباها.
داليا هنا بتبدأ الكلام. Hi Dad, I'm doing a school project about our family history. Can I ask you some questions? أهلا يا أبي، أنا بعمل مشروع في المدرسة عن تاريخ عائلتي، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ رد عليها قال of course. What do you want to know؟ أنت عايزة تعرف إيه؟ قالت له Where did you live when you were a child؟ Was it in Luxor؟ أنت عشت فين لما كنت صغير؟ كنت في لوكسور؟ قال لا no. I moved to Luxor when I was a teenager. أنا انتقلت لوكسور لما كنت مراهق. يعني مراهق يعني في سن الإعدادية أو الثانوية. When I was a child، لكن لما كنت طفل صغير، I used to live in a village outside the city. اعتدت أو كنت عايش في قرية خارج المدينة. Oh I see. أنا فهمت. Who did you live with؟ أنت كنت بتعيش مع مين؟ I lived with my mom. أنا عشت مع أمي. Dad وأبي. My sisters أخواتي البنات. And also my grandparents وأجدادي. We used to live in my grandparents' house. إحنا اعتدنا إن إحنا نعيش في منزل جدي. What time did you usually get up؟ كنت بتستيقظ الساعة كام؟ قال very early. الصبح بدري. On a school day في أيام المدرسة. I got up at about 4:30 a.m. كنت بصحى الساعة 4:30 أيام المدرسة. فردت عليه داليا قالت really حقا؟ Why did you get up so early؟ ليه أنت كنت بتصحى بدري كده جدا؟ قال because my school was very far، لأن مدرستي كانت بعيدة جدا. From where we live، من المكان اللي احنا كنا عايشين فيه. It took me an hour to get there، كان بياخد معايا أو تستغرق معايا تقريبا ساعة عشان أوصل هناك. How did you travel to school؟ كنت بتسافر المدرسة دي كيف؟ قال I went on my bike، كنت بروح بالعجلة بتاعتي. We didn't have a car then، احنا ما كناش عندنا سيارة. What subjects did and didn't you like at school؟ ايه هي المواد اللي انت بتحبها واللي ما بتحبهاش في المدرسة؟ قال my favorite subject was math but I didn't like history. انا كنت بحب الرياضيات ولكن ما بحبش التاريخ. ندخل عندنا هنا. My name's Hannah. This is a picture of my class. ده صورة بتاعت فصل بتاعي. We are walking through an attractive park. احنا ماشيين من خلال حديقة جذابة. On a school trip، في رحلة مدرسية. There are three teachers. كان معانا او كانوا هناك ثلاث مدرسين. With us معانا. Our English teacher Miss بدرية is on the left. مدرسة اللغة الإنجليزية اللي موجودة على الشمال دي Miss بدرية. اوكي طيب. Near a large lake اللي هي قريبة من البحيرة الكبيرة. I am in the foreground with my best friends Lamia and Ola. أنا موجودة في المقدمة مع أصدقاء المفضلين لاميا وعلا. I am in the middle، أنا اللي في النص. Okay. And Lamia is on the right، ولاميا موجودة على اليمين. My twin cousins عزة and راندا. التوأم أولاد عمي أو عمتي اللي هي عزة وراندا. Are in the background، موجودين في الخلف، اللي هم طبعا الاثنين توأم دول. أوكي تمام. فين احنا وصلنا؟ أوكي. عزة has a dark blue jumper and strapped school bag. عزة دي لابسة بلوفر مقلم و طبعا and a school a strapped school bag وشنطة مقلمة. لابسة هي بلوفر أزرق وشنطة مقلمة. ادي عزة، ادي الشنطة بتاعتها strap، وادي اللي عندنا البلوفر الأزرق. خلاص يا شباب ندخل على reading text. Life in Antarctica. Life in Antarctica. I used to work as a scientist at a university. Then I saw a job advertisement for scientists to work in Antarctica. Antarctica for a year. I thought.